صباح الهنا والرزق والسعاده وكل حاجه حلوه يا رب على حضراتكم. واحنا نص الاسبوع ولا نهايته؟ النهارده الثاني، النص الثاني. صباح الخير. على حسب انت حاسبه الاسبوع من يوم السبت ولا من يوم الاحد؟ لا من يوم الاحد. ماشي، اصل كنت هقول اخر الاسبوع منتصف الاسبوع. صباح الخير يا كريم. صباح الفل. يعني ايا كان وضع اليوم في الاسبوع، بس احنا في كل الاحوال سعداء بالتواجد مع حضراتكم. صباح الفل عليكم ويومكم جميل ان شاء الله، وباذن الله حضراتكم تسعدوا معانا في حلقتنا النهارده اللي كالعاده جزءها الاول او نصفها الاول هنتكلم من خلاله عن كل الامور المتعلقه بالنادي الاهلي ومنتخب مصر، الى جانب بقى الكثير من الامور الاخرى، الرياضات العالميه، الصحافه الرياضيه، هنعرف طبعا ايه المستجدات في فروع النادي الاهلي المختلفه الى اخره. ولكن الجزء الثاني هيكون عندنا النهارده اكثر من فقره حواريه. الفقره الاولى هينورنا من خلالها دكتور خالد الهميم، وهو المدير التنفيذي لملتقى الرياضه للمراه العربيه، وفقرتنا الثانيه هتكون مع كابتن ياسر مصطفى نجم النادي الاهلي السابق. واخيرا وليس اخرا، ثالث واخر فقراتنا هتنورنا من خلالها دكتوره دينا ابو السعود، وهتتكلم معنا هوندا عن علاقه الفيتامينز بتعزيز جمال المرأة. طبعا ده موضوع بقى يهم كل الستات، ملف اكيد في غاية الأهمية. بس اللي أنا عايزة أتكلم عليه الفقرة الأولى الخاصة بملتقى رياضة أو الرياضة للمرأة العربية، ده هيكون خلال 48 ساعة، هيحضروا ناس كتير جدا ومسؤولين كتير جدا. فكرة هنا ملتقى زي ده يا كريم، ده بيعزز قد إيه برضو الاهتمام. أنا هتكلم تحديدا عن الدول العربية بالمرأة وبالرياضة النسائية، وكمان البطلات الأولمبيات اللي بيحققوا إنجازات كبيرة جدا في كل دولة بتنتمي ليها، يعني سيدة أو فتاة. فحاجة أعتقد أو مشهد راقي جدا، يمكن في السنوات برضو هنرجع نقول الجملة دي، بس السنوات الماضية ما كانتش ملحوظة بهذا الشكل. دلوقتي بنتكلم أن فعلا الثقافة تغيرت، وقدرت الفتاة العربية أو المرأة العربية أن هي تثبت نفسها كمان، مش بس بالشعارات وغيره، لا على الأرض. فده شيء أكيد بيشرفنا جميعا وبيسعدنا، فهتبقى أعتقد فقرة مهمة جدا. طبعا الفقرة الأولى حضراتكم هتتابعونا فيها. خلينا بقى نبدأ ونتكلم، لأن امبارح خلاص كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر حرص أن هو يوجه رسالة للاعبين قبل انطلاق المعسكر. يعني كان تويتة كده ولقت رواج كبير على السوشيال ميديا. هو قال تحديدا كده على صفحته الرسمية عشان يشجع ويحفز اللعيبة قبل بداية الاستعداد طبعا لمواجهة السنغال يوم 25 و 29 مارس حسب بقى ان شاء الله التأهل للمونديال. التويتة كانت مضمونها كده كالتالي: يا رفاق، سرنا طريقا طويلا وصولا وصعبا للوصول لتلك الفرصة المستحقة. نعرف التحدي الذي سنواجهه، لا مجال للأسف أو الانتظار للغد. مع الشجاعة وعمل الفريق الذكي يمكننا الطيران، ولا شيء سيكون مستحيلا. هو كمان أضاف: علينا أن نحقق الإنجاز في الوقت المناسب بروعة وشجاعة وفخر، وجعل كل الأمور ممكنة. نعتمد عليكم ونثق بكم، حظا جيدا يا رفاق. ده الكلام اللي كان اعتقد رائع وفي تحفيز الى حد كبير. كانت الناس بتشتكي ان كارلوس كيروش من المدربين يا كريم الفنيين او المديرين الفنيين اللي هو ما عندوش الحته قوي، او مش من اللي بيهتموا قوي بالشق النفسي للاعبين. هو براكتيكال قوي، هو ما حتى دي بيحلها لبقيه يعني او المساعدين معاه. لكن فكره برضو تويتر زي دي ربما هي ليها رسائل ضمنيه جيده جدا. اعتقد برضو مؤخرا احنا سمعنا في كواليس كتيره جدا في حديث مع اللعيبه الاهتمام شويه من كارلوس كيروش بالشق النفسي، لان ده يمكن كان ليه اثر كبير جدا الفتره اللي فاتت. وناس كتير كانت بتنصح كارلوس كيروش، لو حضراتكم فاكرين وقلنا الكلام ده اول ما انضم لمنتخب مصر، فكره هنا الشق النفسي. احنا كعرب برضو بنختلف الى حد ما عن الاجانب، حتى لو انت بتتعامل مع محترفين برضو طبيعتنا مختلفه شويه. الشق النفسي والكلام طبعًا التحفيزي طبعًا بيفرق بشكل كبير جدا. لا وبعدين رجوعا للنقطه اللي انت كنت بتتكلمي فيها من شويه، انا هوندي حته انه بصي، هو في الفتره الاخيره حصل هنسميه مجازا يعني تصالح ما بين كارلوس كيروش وكثير من جماهير وعشاق يعني المنتخب المصري. النقطه بقى اللي عايز ارجع لها حته ايه، انه ابتدى كمان زارت قالت له ما تعرفيش بقى ايه اللي حصل، بس ابتدى يعرف ازاي يخاطب الجماهير وازاي يتعامل مع الصحافه وازاي ينتقي كلمات تعبر عن رغبته طبعا في تحقيق الفوز والانتصار يعني الى اخره، وكمان تتماشى مع طبيعه المصريين. واضح ان هو ابتدى كمان في الفتره الاخيره يعني يعرف المصريين دول عاملين ازاي، وطبعا ده ما حصلش بالساهل. يعني على كل الاحوال برضه نقدر نقول يعني كلام مقتضى باللي انت يعني ذكرتيه من شويه نهاوند، لكنه فعلا مليان معاني كثيره وكلها معاني مهمه. وابتدينا يعني نسمع من ناس كتير كان عندهم شيء من التحفظات على كارلوس كيروش، ابتدينا نسمعهم هم بيقولوا ان لا، كارلوس كيروش برضو مدرب كبير يعني، وعارف ازاي يحفز اللعيبه بتاعته، وعارف ازاي يعني برضو يخاطب الشعب المصري اللي تاني ارجع اقول لكم واضح كده ان هو اتعرف عليه
أكتر في الفترة الأخيرة، ويمكن تحديدا بعد بطولة أمم أفريقيا، بعد الهجوم عليه رغم تحقيق نتائج كويسة، تحول هذا الهجوم إلى حالة من حالات العشق بمجرد ما المنتخب نزل أرضية الملعب ولعب كرة قدم ممتعة، لعب الكرة اللي احنا مستنيينها منه واللي تتماشى مع قدرات وإمكانيات كل لعيب من المنتخب على حدة. وزي ما بنقول كده يعني حصل إيه تاني؟ تفاهم ما بين الشعب المصري وما بين كارلوس كيروش، الشعب وثق فيه وهو فهم إن المصريين شعب ذواق، والمصريين ممكن يغفروا لك يعني ايا كان لو عملت اللي عليك فعلا، وحتى ما حالفكش يعني التوفيق، ولكن يعني زي ما حصل طبعا في نهائي افريقيا، لكن يعني هي دي طبيعه المصريين، بيحبوا ويقدروا الجهد المبذول. هنقول تاني وتالت ورابع، كلنا اكيد على قلب رجل واحد، وربنا ان شاء الله مع اللعيبه كلهم ومع الجهاز الفني، عشان في الاخر يا رب ان شاء الله نطلع مع نهايه هذه اللقاءات مش بس المباراه القادمه، ونحسم يا كريم يوم الجمعه. يعني انا مع جدا الراي اللي يقول لك لازم تحسم من الذهاب، ما تستناش لغايه لما تروح هناك على ارضهم. ما انت ما تضمنيش في نعم بقول لك عشان ما تضمنيش هناك طبعا الظروف كلها متاحه هنا، حتى هم هيبقى الصالح ليك ان انت بعد كده تدافع في اللي هو الاياب، لكن انت بتتكلم دلوقتي انت الفرصه متاحه، انت على ارضك وسط ناسك وسط جمهورك، الاجواء كلها بتساعد، فاعتقد ان احنا لازم نحسمها من يوم الجمعه. اعتقد اكيد برضو كيروش فاهم النقطه دي، بس خلينا نشوف ان شاء الله يعدي يوم الجمعه ده على خير، ونيجي السبت او الحد ونكون سعداء يعني زي ما بيتقال دايما. خلينا نروح لخبر تاني بقى كريم، لان خبر مهم والاتحاد الدولي فيه لكره القدم طبعا الفيفا خلاص اعلن فتح باب تقديم هنا الطلبات للمشاركه في برنامج المتطوعين كأس العالم لكرة القدم قطر 2022. أعتقد الخبر ده كان ناس كتيرة جدا منتظراه. احنا بنتكلم ان هي بالتحديدا في 20,000 متطوع هيعملوا في 45 مجال. 20,000 برضو أعتقد رقم جيد، يعني ان انت تتكلم طبعا في 45 مجال، بس في اشتراطات طبعا الفيفا برضو حطتها وضعتها. يعني اول حاجة لازم يكون عمر المتقدمين 18 سنة في اكتوبر المقبل، وبيتمكنوا من تقديم طلباتهم من خلال منصه الفيفا بشرط طبعا اجاده اللغه الانجليزيه، ادي تاني شرط، وما بيشترطش هنا بقى يكون ليهم اي يعني خبره سابقه. بيرحب طبعا بالمرشحين من جميع الخلفيات ومن كافه انحاء العالم، وهيعمل المتطوعين في 45 مجال زي ما كنت بقول لحضراتكم خلال المونديال. الموقع المواقع الرسميه وغير الرسميه كمان للبطوله زي الملاعب ومراكز التدريب والمطارات ومنطقه المشجعين وكمان الفنادق، يعني كل حاجه لوجيستكس وكل حاجه. وده هيقام طبعا زي ما حضراتكم عارفين من فتره من 21 نوفمبر ل 18 ديسمبر، وكمان هتبدا بعض الوظائف التطوعيه من 1 اكتوبر. فبرضه فرصه حلوه للشباب، أكيد هتلاقي اكيد ناس كتير جدا هتكتسبوا خبرات حلوه جدا، وهتبقى ذكرى ما تتنسيش بالنسبه لهم. فكره ان انت طرف ايا كان حجم الطرف ده طبعا إيه، بس من حدث عالمي رياضي كبير كده. حاجه لطيفه جدا. تعالوا بقى نكمل كلامنا عن الاخبار المحليه. مبدئيا الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه والكاتب الصحفي الاستاذ عبد المحسن سلامه رئيس مجلس اداره مؤسسه الاهرام شهدوا بالامس توقيع عقد تسويق جائزه مصر للتميز الرياضي ذا فيرست طبعا العربي. وزير الشباب والرياضه قال انه متحمس جدا لهذه الجائزه، جائزه ذا فيرست او جائزه الافضل للتميز والابداع الرياضي على المستوى المحلي وايضا على المستوى العربي، وقال ان هي ستشمل كل مبدع وليس فقط في عالم كره القدم. وكمان اشار الى ان الجوائز سوف تليق بالمسابقه وبقيمه الابداع، يعني اللي هيشوفوه من خلال هذه المسابقه بما يتماشى مع الثوره الحقيقيه في الانسان الموجوده حاليا في مصر، وانه سيتم الاعلان عن اللجنه العليا لجائزه ذا فيرست في وقت لاحق، اكيد بالتنسيق مع الاستاذ عبد المحسن سلامه رئيس مجلس اداره مؤسسه الاهرام، كما انه سيتم الاعلان عن هذه الجوائز في حفل مميز جدا. خلونا على كل الاحوال نتعرف على المزيد من التفاصيل من خلال هذا التقرير ونرجع نكمل كلامنا. الحقيقه مع مجموعه العمل اللي موجوده فكرنا في ايه، ان احنا ذا فيرست الافضل، ان احنا نعمل جائزه للتميز والابداع الرياضي وتكون موجوده على المستوى العربي، يعني المحلي والعربي. والابداع الرياضي بصفه عامه الحقيقه معروض علينا اللجنه العليا، انا يعني مش هنعلنها لان هنقعد تاني مع الاستاذ عبد المحسن ونراجع هذه اللجنه العليا ونحط اكبر قيم واكبر قيمه بتساعدنا على الاختيار، عشان لما نختار
ناخد وقتنا ويكون في درجه عاليه جدا من الشفافيه في هذا الاختيار. النهارده مؤتمر توقيع عقد تسويق جائزه ذا فيرست. ذا فيرست دي اختيار افضل لاعب عربي في مجال كره القدم، اختيار افضل لاعب محترف وداخل الوطن العربي. الجائزه دي اسمها جائزه مصر للتميز الرياضي العربي، وبما ان اسمها مصر جائزه مصر فاحنا قدام مسؤوليه كبيره جدا جدا، وطبعا الجائزه تحت رعايه واشراف وزاره الشباب والرياضه والاتحاد العربي لكره القدم. الاحتفاليه ان شاء الله في 1/7 تحت سقف الاهرامات 1/7/2022 في مصر هنا ان شاء الله. التعاون تم من خلال اتصال كان مباشر تم مع معالي الوزير وزير الشباب والرياضه. بناء على هذا الاتفاق انا ابتديت اقعد مع شركه ايوان ميديا وابتدينا ننسق للمساله. طبعا انا بالنسبه لي انا كحد مسؤول في الوكاله وانا مدير عام الوكاله يعني كان يسعدني جدا ان انا اعيد الوكاله، لا سيما ان انتوا كلكم عارفين ان مؤسسه الاهرام وكاله الاهرام للاعلان هي احد مش احد هي اول حد ادخل النشاط صناعه النشاط الرياضي في مصر، والحقيقه كانت متفوقه جدا في الفتره دي، وكان فرصة لنا ان احنا نرجع اسم الوكالة تاني واسم مؤسسة الاهرام لده، لا سيما ان هي اللي كان ليها ريادة في ده، بالاضافة لان هي اساسا فكرة الجائزة كانت فكرة عبقرية الحقيقة، لانها اساسا بتقدم مردود جيد جدا للمجتمع المصري كله مش بس للرياضة. المؤتمر فكرته لطيفة جدا، فكرة اختيار احسن لاعب عربي على مستويين سواء على المستوى العالمي، لان عندنا اسماء كتيره جدا لامعه عربيا زي محمد صلاح، زي رياض محرز، زي اشرف حكيمي وغيرهم في الدوريات الاوروبيه الكبرى، وعندنا كمان احسن لاعب عربي على مستوى الوطن العربي، ودي هتبقى منافسه شرسه قوي لانه عندنا انديه عملاقه على المستوى العربي بتتالق في انديتها، وبالتالي ده بيزود التنافس، وكون ان الجائزه بتتعمل تحت رعايه وزاره الشباب والرياضه والاتحاد العربي لكره القدم والجامعه العربيه، ده كله بيديها كمان صفه من الصفات الرسميه اللي بيخلي التنافس هيكون فيها قيم. طيب احنا هنطلع فاصل سريع يا حضرات ونرجع عشان نبتدي بقى معاكم سلسله اخبارنا المتعلقه بفروع النادي الاهلي المختلفه والصحافه الرياضيه الى اخره، خليكم معانا. اهلا بكم مره ثانيه، خلونا نروح على السريع على النادي الاهلي فرع الجزيره، وموجوده هناك زميلتنا العزيزه ساره حامد عشان تقول لنا ايه الجديد في فرع الجزيره وباقي افرع النادي الاهلي المختلفه. صباح الفل عليك يا ساره، اتفضلي احنا سامعينك. صباح الخير يا كريم، وطبعا بصبح عليك انا هواندو على كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده اكيد من 10 الصبح في الاهلي، وكالعاده يعني طبعا زي كريم ما انت قلت حاليا انا موجوده داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان انقل لكم كل الامور والاخبار المتعلقه بجميع الفرق الرياضيه المختلفه داخل النادي الاهلي. وخليني اقول لكم ان امبارح يعني كان يوم اهلاوي مميز في جميع الالعاب الاخرى، يمكن كان في امبارح 3 مباريات يعني لكره السله، لكره الطايره رجال وسيدات، وقدرنا فيهم ان احنا نحقق يعني فوز مهم في جميع المباريات. يمكن خليني ابتدي معاكم بالفريق الاول لكره السله رجال، واللي قدروا امبارح ان هم يحققوا فوز مهم على مصر التامين في ثاني مباراه ليهم من مرحله ذا بيست اوف 5 او الدور الثمانيه من بطوله الدوري السوبر لكره السله. يمكن امبارح قدروا رجال السله بعد اداء قوي واداء متميز او مميز لجميع لاعبي النادي الاهلي ان هم يحققوا الفوز على مصر التامين بنتيجه 81-46، ودي كده ثاني مباراه، فاضل مباراة واحدة بس للفريق الأول عشان يتأهلوا بشكل رسمي للمرحلة القادمة وهي السيمي فاينل أو الدور النصف النهائي من بطولة دوري السوبر. ويمكن آخر مباراة إن شاء الله أو ثالث مباراة يعني مقرر هتقام يوم الخميس المقبل، ولكن على صالة المقاولون العرب. ده بالنسبة لمباراة الأهلي ومصر التأمين، لو نادي الأهلي إن شاء الله فاز فيها هيتأهل بشكل يعني رسمي للدور النصف النهائي من بطولة دوري السوبر. كمان سيدات الطايرة امبارح بعد يعني مباراة قوية ما بينهم وبين سبورتينج وبعد ريمونتادا يعني قوية من لاعبات النادي الأهلي، قدروا ان هم يحققوا فوز مهم على سبورتينج بثلاث اشواط مقابل شوطين. يمكن امبارح يعني سبورتينج كانت في البداية يعني متقدمه على النادي الاهلي بشوطين مقابل لا شيء، ولكن رجعوا بعد كده سيدات الطايره او فتيات الذهب دايما زي ما بيحبوا يلقبوهم جماهير النادي الاهلي، رجعوا وتقدموا على سبورتينج بثلاث اشواط
مقابل شوطين، ودي كانت تاني مباراه ليهم مع سبورتنج في مرحله البلاي اوفز او البست اوف 3، ودي مرحله السيمي فاينل من بطوله كاس مصر كده خلاص. يعني بعد ما سيدات الطايره فازوا على سبورتنج في تاني مباراه تاهلوا بشكل رسمي للدور الفاينل او الدور النهائي من بطوله كاس مصر، وهيواجهوا فيها ان شاء الله نادي الصيد. كمان رجال الطايره امبارح حققوا فوز مهم على نادي هليوبس في 3 اشواط مقابل لا شيء، ودي كانت برده يعني ضمن منافسات بطوله الدوري، وكده بشكل رسمي تاهلوا الماسترز للسيمي فاينل او ايضا الدور النصف النهائي من بطوله دوري الممتاز للكره الطايره، واللي هيواجهوا فيها ان شاء الله نادي الزمالك. ولكن لسه ما تحددش موعد الا مباراه، يعني هل هتكون يوم 26 ولا يوم 27 من الشهر الجاري، فلسه هيتحدد من قبل الاتحاد المصري للكره الطايره، وهيبتدي ان شاء الله نادي الاهلي يواجه فيهم نادي الزمالك في مرحله النصف النهائي من بطوله الدوري. كمان النهارده سيدات اليد ان شاء الله يعني تحت قياده الكابتن يحيى يوسف عندهم مباراه مهمه مع سبورتنج الساعه 2 الظهر، ودي هتكون مباراه السيمي فاينل من بطوله كاس مصر، ولو ان شاء الله النادي الاهلي النهارده حقق فيها الفوز هيتاهلوا للمباراه الفاينل بكره ان شاء الله. ولكن لسه لم يتم يعني تحديد مين الفائز واللي هيواجههم النادي الاهلي ان شاء الله في مباراه الفاينل. استكمالا لجميع اخبار الفرق الرياضيه، كمان خليني اقول لك يا كريم واقول لك ان هواند انه مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الكابتن محمود الخطيب الحمد لله يعني وافقوا اخيرا على مشاركه الفريق الاول للكره الطايره رجال وسيدات على ان هم يشاركوا في بطوله افريقيا للكره الطايره، بعد ما كانوا يعني مش موافقين او رفضوا ان هم يشاركوا الموسم اللي فات بسبب فيروس كورونا. السنه دي الحمد لله يعني الموسم ده وافقوا ان هم يشاركوا في بطوله افريقيا، يعني ودي هتقام في تونس. بالنسبه لل رجال هتقام ما بين يوم 5 ل 18 من شهر مايو المقبل، وكمان سيدات الطايره هيكون في نفس البلد في تونس، ولكن لسه لم يتم تحديد يعني موعد البطوله هتقام من يوم ايه ليوم ايه، ولكن ان شاء الله تقريبا هتكون في منتصف برضو شهر مايو القادم. يمكن دي يا كريم وانا هواند كانت كل اخبارنا النهارده بالنسبه لجميع الفرق الرياضيه المختلفه داخل النادي الاهلي، وطبعا الفوز المهم اللي كان او يعني كذا فوز امبارح كان مهم يعني بالنسبه لجميع الفرق النادي الاهلي في مختلف البطولات. والان العوده مره اخرى للاستوديو، الكلمه ليك طبعا يا كريم، تفضل. نشكرك جزيل الشكر زميلتنا العزيزه ساره حامد، وان شاء الله نشوفك على خير في تغطيه جديده، شكرا ليك. خلينا بقى نروح مع حضراتكم لمجر ازاي مجر يعني يا ستي يا مقر جريده نصحى بايبنا ما روحناش بعيد، والعمليه بيتي زي ما انت شايفه لسه، وبعدين البني ادم طبيعي اي واحد في الدنيا وارد انه عادي مش كده برضه. مقر جريده اليوم السابع ومراسلتنا مريم سميح تابع معاها اهم الاخبار الرياضيه، ويمكن في كذا منشط شد انتباهي بدايه باليوم السابع اللي بيتحدث عن تغيير كروشيا كريم لطريقه اصلا لعب منتخب مصر امام السنغال بعد انضمام كمان قفشه. يعني صباح الخير عليكي طبعا يا مريم، بصبح عليكي انا كريم وكل دلوقتي جماهير 10 الصبح في الاهلي، خلينا نعرف منك تفاصيل اكتر، اتفضلي. صباح عليك يا نهاوند، وصباح عليك يا كريم، وبصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد، جولة صحفية جديدة من داخل صالة تحرير جريدة اليوم السابع، والبداية فعلا يا نهاوند بالعنوان اللي انت يعني اتكلمتي عنه وطريقة لعب المنتخب المصري، خاصة ان خلاص ايام قليلة جدا بتفصلنا عن مباراة الذهاب، ان شاء الله هتكون يوم الجمعة المقبل. والبداية من موقع اليوم السابع، كيروش يدرس تغيير طريقة لعب منتخب مصر امام السنغال بعد عودة قفشة. طبعا يدرس كارلوس كيروش المدير الفني منتخب مصر تغيير طريقة اللعب أمام السنغال، خاصة في مباراة الذهاب بالتصفيات الأخيرة المؤهلة لكأس العالم 2022، ده طبعا بعد عودة محمد مجدي قفشة لقائمة الفراعنة قبل مباراتي السنغال في المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022. ويعتمد كيروش على طريقة 4-3-3 مع منتخب مصر، ولكنه من الممكن أنه هو يفكر في تغيير هذه الطريقة إلى 4-2-3-1 لتنشيط الهجوم في مباراة الذهاب لتحقيق الفوز، ده طبعا عشان يسهل المهمة في مباراة الإياب وعلشان يحقق الفوز هنا في القاهرة. كمان يعني على صعيد متصل، يخوض المنتخب بمرانو اليوم على استاد الدفاع الجوي بعد اكتمال طبعا الصفوف النهاردة. المنتخب بمرانو هيكون مكتمل الصفوف بعد طبعا ما أعلننا امبارح عن وصول كافة المحترفين، أو الخماسي أكيد محمد صلاح ومحمد النني، محمود تريزيجيه، عمر مرموش، وأيضا مصطفى محمد. يعني يمكن وضح بشكل كبير جدا التشكيل
تسهيل الوضع وكراش لمباراتي السنغال، وهيكون اكيد محمد الشناوي في حراسه المرمى، محمود الونش ومحمد عبد المنعم واحمد فتوح وعمر كمال في خط الدفاع، محمد النني عمرو السوليه وحمدي فتحي في خط الوسط، وعمر مرموش ومحمد صلاح ومصطفى محمد في الهجوم. واكيد في حاله الاستقرار على طريقه 4-2-3-1 سيدفع بمحمد مجدي قفشه بدلا من حمدي فتحي. كمان يعني يمكن تقرير اليوم السابع اكد ان بعثه منتخب السنغال هتصل الى مصر غدا الاربعاء وبتضم 35 فرد، ويخوض منتخب السنغال مران واحد فقط على ملعب استاد القاهره، ده هيكون طبعا يوم الخميس وهو اليوم يعني اللي بيسبق يوم المباراه بيوم واحد فقط. من بوابة أخبار اليوم، الاتحاد الإنجليزي يتفاوض مع الحكومة بشأن جمهور تشيلسي. كشف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في بيان رسمي محاولاته السماح لمشجعي تشيلسي بحضور مباراة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ده طبعا أمام كريستال بالاس على ملعب ويمبلي. وأفصح الاتحاد عن محادثاته مع الحكومة بشأن تعديلات على رخص تشغيل تشيلسي للسماح ببيع التذاكر لمباراة كريستال بالاس في ويمبلي، ويعني يمكن ده كان بسبب أنه يمنع العقوبات الخاصة بحكومة المملكة المتحدة واللي فرضها رومان إبراهيموفيتش تشيلسي حاليا من بيع أي تذاكر جديدة. وقال المتحدث باسم الاتحاد الإنجليزي خلال البيان: نأمل أن يكون لدينا عدد كبير من الجماهير في الدور قبل نهائي الكأس إنجلترا لكرة القدم على استاد ويمبلي. وأضاف في البيان الرسمي: هذا يشمل تذاكر لمشجعي تشيلسي لمباراتهم ضد كريستال بالاس، ومن جهتنا نواصل التفاوض مع الحكومة على طريقة لتحقيق ذلك مع احترام العقوبات المفروضة حاليا مع تشيلسي. ومن موقع الشرق الأوسط، كلوب ليفربول تنتظر رحلة شاقة عقب التوقف الدولي. اعترف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن أكيد يعني فريقه بتنتظر عقب انتهاء فترة التوقف الدولي على مستوى جميع البطولات فترة صعبة جدا، ويلتقي ليفربول مع واتفورد في الدوري الإنجليزي في 2 أبريل المقبل، واللي هيكون أكيد أول يوم رمضان. كل سنة وكل يعني جميع الأمة الإسلامية بخير. وبعدها بثلاث أيام هيواجه بنفيكا البرتغالي في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، ثم هيحل ضيفا على مانشستر سيتي في الأسبوع التالي في مواجهة قد تكون حاسمة على الصراع على لقب الدوري. وبعدها يعود لملاقات بنفيكا في مباراة الإياب قبل أن يلاقي سيتي مجددا في المربع الذهبي لكأس الاتحاد الإنجليزي، وبعدها هيواجه مانشستر يونايتد في مسابقة الدوري. اخيرا من روسيا اليوم، لاول مره مانشستر سيتي يتفوق على ريال مدريد. الحقيقه ان احنا امبارح كنا اتكلمنا عن مانشستر سيتي وتحقيقه على ايرادات يعني خلال الفتره الماضيه، ولكن يعني النهارده الخبر اللي معانا بيتكلم بالتفصيل عن ترتيب النوادي في يعني الاعلى من حيث الايرادات. اكيد بات مانشستر سيتي النادي الاكثر ثراء في العالم لاول مره بعدما حقق ايرادات بقيمه 644 مليون يورو في موسم 2020-2021، يليه ريال مدريد في المركز الثاني ب 640 مليون يورو. ويتصدر النادي الانجليزي للمره الاولى دراسه رابطه اموال كره القدم التي تراجع فيها برشلونه صاحب الصداره بالموسم الماضي الى المركز الرابع بعد تراجع ايراداته من 715 الى 582 مليون يورو. في المقابل قفز السيتي في من المركز الرابع للصداره. طبعا اكيد كلنا شفنا التدهور الكبير لنادي برشلونه خلال الفتره الماضيه، وتحديدا يعني بدءا من عام 2020 بعد ظروف كورونا وبعد تدهور اكيد الظروف الاقتصاديه لنادي برشلونه، وده طبعا اللي كل جمهور برشلونه كان حزين عليه بفتره يعني او بشكل كبير جدا، وده اللي خلى ايراداته تتراجع من 715 ل 582 مليون يورو. بايرن ميونخ في المركز الثالث ب 611.4 مليون يورو، ثم مانشستر يونايتد ب يعني 558 مليون يورو، وباريس سان جيرمان 556 مليون يورو، وليفربول 550 مليون يورو، تشيلسي 493 مليون يورو، ويوفنتوس 433 مليون يورو، واخيرا توتنهام 406 مليون يورو. دي طبعا كانت ابرز العناوين الصادره صباح اليوم الثلاثاء من داخل صاله تحرير مقر جريده اليوم السابع. بشكركم جدا، كلمه ليكم مره اخرى. تغطيه اكثر من رائعه يا مريم، احنا كمان نشكرك عليها، شكرا جزيلا. شفت الملايين كده في وشنا كده، ملايين اليوروهات، ملايين اليوروهات دلوقتي، يا ريتها ما قالت اللي قالته. طيب احنا الفقره الاولى الاخباريه خلاص كده انتهت بكل ما تحمله من اخبار خاصه بالمنتخب، الرياضه العالميه، واكيد برضو النادي الاهلي. خلينا نروح فاصل ونرجع نبدا مع حضراتكم اولى فقراتنا الحواريه.
خلاص خلال 48 ساعة زي ما كنا بننوه في بداية الحلقة حينطلق ملتقى رياضة للمرأة العربية، والحياة شهد مشاركة يعني من العديد من المسؤولين العرب وتكريم العديد من البطلات الأولمبيات العربيات، حاجة هتبقى فعلا مشرفة جدا. في تفاصيل كتير حابين نعرفها وفي كواليس كتير جدا حابين نعرفها، بس خلينا نرحب في البداية من مع الأستاذ خالد الهميم المدير العام لملتقى رياضة للمرأة العربية اللي منورنا. يعني صباح الفل ونورت مصر ونورت 10 الصبح في الاهلي كمان. والله انا سعيد جدا جدا بهاللقاء، ولكن تظل مصر دائما نور واشعاع مضيء لجميع الدول العربيه. تسلم يا رب. ونحن نعتبر نفس الاضاءه زادت والاشعاع زاد بوجود حضرتك معانا ومنور الدنيا يا فندم. صباح الفل على حضرتك. نعتبر نفسنا اهل بيت في طبعًا. مصر طبعا. لا اكيد بطبيعه الحال ده مفروغ منه يا دكتور، ده موضوع مفروغ منه. احنا تشرفنا فيكم يا رب. ربنا يخليك. عايزين نستاذنك نعرف في البدايه كده فكره، مجرد الفكره نفسها جت منين، فكره انعقاد هذا الملتقى؟ وبطبيعه الحال اي يعني اي ملتقى من هذا النوع اكيد بيبقى محطوط له اهداف في البدايه، فعايزين نعرف فكره الملتقى جت منين والاهداف المنشوده من وراه. طال عمرك انا في الحقيقه كان لي مجال كبير في مجال الرياضه، اشتغلت كلاعب ومدرب واداري، الفتره الاخيره اني عملت اداري وبين اتحادات عربيه ولجان عربيه واخيرا في المجلس الرياضي العربي. انا قدمت المبادره هذه كفكره تكون الان تتماشى مع الوضع اللي نحن ماشي فيه. جلست على الموضوع هذا تقريبا سنتين او اكثر شويه، انه نعمل حاجه جديده وتخدم المراه العربيه وليس المراه السعوديه ولا المراه الخليجيه، لا تخدم المراه العربيه بصفه عامه، نقدم منهجيه جديده. فقدمت المقترح لجامعه الدول العربيه، قبل المقترح مبادره يعني لقت كل الاستحسان، لقت كل القبول، لان هذه لاول مره تعمل على مستوى الوطن العربي. جميل. بدانا انه يكون هناك تكريم للقياديات العربيات اللي وصلنا الى اعلى المناصب القياديه. هي. سواء اولمبيا او دوليا. هي. ايضا تكريم الرياضيات العربيات اللي لهم اسهامات في نشر رياضه المراه. فنماذجنا كثيره في الوطن العربي. ايضا ما ننسى ان هناك عندنا بطلات اولمبيات طبعا، وعندنا بطلات اولمبيات، يعني لما بيت العرب يجمع هؤلاء البطلات ويكرمهم في بيت العرب طبعًا. فنعتبر بالنسبه لنا انجاز طبعًا. كبير. حلو جدا. بس لو هروح مع حضرتك بقى لفكره ان تغير الثقافه اصلا العربيه، وليست فقط يعني في دوله عربيه بحد ذاتها، لكن الثقافه العربيه اختلفت شويه، فكره هنا تقبل وتشجيع، ايضا مش بس تقبل وتشجيع الفتيات على ممارسه الرياضه، وفكره هنا تقبل الاسر، ويعني في اختلاف على الارض ملحوظ جدا. خلينا نفهم من حضرتك اكتر، لان اكيد عندك باك جراوند، عندك خبره اكتر او كواليس اكتر عن هذه النقطه والتحول اللي حدث في المجتمعات العربية. بلا شك يعني في كثير من الدول العربية لها قفزة أمامية كبيرة. احنا لو جينا بعض الدول العربية تكلمنا عن جمهورية مصر العربية، تكلمنا عن تونس، تكلمنا عن المغرب، وجدنا أن الرياضة ممارسة من فترة طويلة وإنجازات كذا. الآن ممارسة الرياضة صارت حتمية في كل لايف ستايل خلاص فعلا. يعني حاجة مكملة في المجتمع. أن الرياضة مهمة، مهمة أيضا للرشاقة، مهمة للصحة، تنمية القدرات، تنمية الفكر. كثير من الفتيات العربيات لديهم قدرات كثيرة، لديهم طموح كبير، عندما يجد الأرض الخصبة والمكان المناسب يكون هناك بروز لهم. فهذا الحمد لله يعني صار الآن، يعني الآن نتكلم عن منطقة الخليج العربي، كثير من هناك مؤسسات رياضية تهتم بالمرأة، وجود أندية رياضية تهتم بالمرأة، تهيئة الأماكن وتهيئة دور الألعاب، الأماكن الخاصة لممارسة النشاط، إيجاد المسابقات. فالآن وجدنا في تنافس، ليس يعني حتى الدول اللي بدت متأخرة في إعطاء المرأة صلاحيتها وقوتها واندفاعها في ممارسة الرياضة، الآن وجدنا أنه التنافس صار قوي وصار عندنا بطولات عربية في كل الألعاب. الألعاب حتى اللي هي ألعاب القوة والألعاب اللي هي مش مألوفة كانت قوي للمرأة فيما سبق، دلوقتي بقت لا، بالعكس الأسر بتشجع كمان بناتها أن هي يعني إحنا حتى مصر وأولمبياد طوكيو إحنا في ألعاب القوة حصدنا بطولات وحصدنا ميداليات، فيعني والسيدات هم اللي جابوها لنا، فيعني الثقافة فعلا اختلفت بشكل كبير وملحوظ. كلام حضرتك
مظبوط. طيب انا يعني استكمالا لحديثك، فانه اول انجاز للمراه في لعبه الجري اللي تتكلميها هذه هي نوال المتوكل. نوال المتوكل هي اللي سجل اول من سجل هذا هذا النموذج اللي الان صار يقتدى بكل البطولات العربيه. ايقونه وقتها كمان بس حاجه غير مسبوقه، يعني كان في تغطيه صحفيه عظيمه جدا ليها. والحقيقه عفوا يعني حتى بعيدا عن الرياضه، انا عايز اكلم حضرتك بشكل عام في الفتره الاخيره الحقيقه يعني شفنا مظاهر مختلفه لطفره مجتمعيه وثقافيه في المملكه العربيه السعوديه. ورجوعا بقى لنقطه المراه، شفنا كمان من خلال كثير من وسائل التواصل الاجتماعي فيديوهات وبوستات وتويتات من الكثير من السيدات السعوديات بيعبروا عن سعادتهم الحقيقه بكل ما استجد في حياتهم. فبرضو عايزين حضرتك تنقل لنا يعني الصوره من زاويه بقى رجل سعودي، يعني الدنيا اختلفت الى اي درجه في المملكه؟ والله ده الشيء هذا بدايته وانطلاقه من توجيهات القياده الرشيده مولاي خادم الحرمين الشريفين وسيدي صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان ولي العهد. التوجه عام هو بتمكين المرأة السعودية، ووجود المرأة السعودية ليس في مجال معين، احنا ليس مجال تعليم ومجال صحة. الآن المرأة السعودية، حاب أتكلم عن المرأة السعودية، المرأة السعودية الآن لديها القدرة وتمكينها في تواجدها الفعال والقوي في المجال السياسي. عندنا الآن نماذج كثيرة، عندنا حوالي 4 سفيرات الآن موجودات هم يمثلون القطاع السياسي، عندنا في القطاع الثقافي، في القطاع الاجتماعي، في القطاع الصناعي، القطاع العسكري، القطاع الرياضي. أوجد أن المرأة السعودية الآن متمكنة أو الدولة عملت على تمكينها بقوة. صحيح. وتشجيعها ودعمها، إيجاد الدورات لها، فصارت المرأة السعودية جزء لا يتجزأ من المجتمع ومكملة للمجتمع، ليس مجال رياضي فكل المجالات. صحيح. صحيح. غير كذا أنه الدولة يعني هيئت الأرض الخصبة وجهزت جميع الأشياء، فتن حمد الله المرأة السعودية الآن صار موجودة في جميع المحافل. صحيح. موجودة في المناسبات. صحيح. بص اقول لحضرتك الحاجه دكتور، الحق يقال يعني فعلا السعوديه حصل فيها طفره وفي سنوات قليله جدا بما يختص بحقوق المراه تحديدا، حاجه احنا ممكن من بره ما كناش متوقعين بهذه السرعه هيختلف المجتمع بهذا الشكل. لا تحيه كبيره يعني مش فكره ان انا مناصره حقوق المراه بس، العالم كله شهد لا 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 المراه السعوديه راحت في حته تانية خالص. ف شيء محترم جدا واعتقد كلنا في العالم شايفينه، فلا شغل عظيم بيتم فعلا. والمراه السعوديه حتى لو كان فاتها سنوات الفتره اللي فاتت، لا قدرت خلال السنين التمكين اللي حضرتك بتتكلم عنهم ان هي توصل لنفس المستوى، مش متاخره عن اي امراه اخرى حتى لو هتكلم في الوطن العربي، فدي بصراحه تحسب ليكم. عايزه اروح مع حضرتك بقى لنقطه مهمه، لان كان ليك لقاءات برضو متعدده مع سياده الوزير وبعض المسؤولين هنا في مصر، ايه اللي دار؟ عايزين نعرف من حضرتك برضو الاوجه التعاون، كمان احنا بنتكلم خلال 48 ساعه خلاص هيتم الانطلاق، وفكره هنا مشاركه برضو قاده سياسيه من مختلف انحاء العالم، فخلينا نعرف من حضرتك اكتر. الفكره انه حدث زي هذا رياضي كبير فلن ينجح الا في جمهوريه مصر العربيه. دي شهادة كبيرة على فكرة ونسعد بيها فعلا. تظل مصر ليس في الرياضة في جميع المجالات، ثقافية ورياضية، ومع أن الأستاذ كريم يعرف النشاط اللي الفني والنشاط طبعًا الرياضي والاجتماعي. فأنا لما نختار مصر فمصر هي يعني المنار اللي كل الناس يعني تشهد فيه. فإضافة على ذلك احنا استجبنا معانا الكثير من القياديات اللي لها مكانة كبيرة في الرياضة. معانا احنا في ليس في المجلس الشرفي يرأسه وزير الشباب والرياضة، فنائب رئيس اللجنة معنا الدكتور محمد صبحي حسنين، اللجنة الإعلامية معنا الأستاذة سهى إبراهيم من الإعلاميات الناشطات جدا، ومعنا في لجنة التنفيذ معنا مجموعة معنا الأستاذ سامح، ومعانا الاستاذ برضه مجموعه كبيره من الاسماء، يعني لازم احنا نسترجع بالناس. هي من مناطق مختلفه ودول طبعا مختلفة. بس تظل مصر معنا حتى من الوزاره، معنا الدكتوره ايمن الدكتوره ايمان حسن، ومعنا الدكتوره سونيا، ومعنا الدكتوره عمرو الحداد، يعني استقطبنا نماذج نماذج كثيره، يعني يتظل مصر هي الباب المفتوح للجميع في كل حاجه. وبرضه كنتوا حريصين ان انتوا تكرموا شخصيات نسائيه عربيه مرموقه
وفاعله، كل اسم منهم على حده فاعل جدا في المكان اللي هو او اللي هي فيه، كما هو الحال مثلا في حاله الشيخه فاطمه بنت مبارك رئيس الاتحاد الاماراتي او الاتحاد النسائي الاماراتي. فبرضه كان ايه الهدف من وراء هذه النوعيات من التكريمات؟ هل دي رساله؟ هل بتسجلوا من خلال هذا التكريم موقف معين وبشكل معلن للجميع؟ احنا في التكريم جاء عندنا الى ثلاث اجزاء. التكريم الاولاني هناك وسام استحقاق، وسام التميز والاستحقاق، وتسلم كل عام لشخصيه مميزه او في حدث مميز. الحدث هذا باجماع عربي وتوافق عربي ان الشيخه فاطمه بنت مبارك ام الامارات شخصيه بارزه لها عطاءات كثيره جدا جدا، ليس في مجال الرياضه، في المجال الانساني والاجتماعي والثقافي، فهي حتتكرم بوسام الاستحقاق لرياضة المرأة العربية. عظيم. فجت الموافقة وحينوب عنها الدكتورة نورة السويدي، هي تستلم الوسام. أيضا عندنا القياديات نماذج كثيرة في الوطن العربي كاللي لهم مساهمات، من هم من وصل إلى مناصب قيادية وأولمبية ودولية عالمية. يعني الآن نوال المتوكل، راني علوان، الدكتورة حياة، آية، الدكتورة آية، مجموعة كبيرة من الأسامي وصلوا إلى مناصب قيادية. عندنا بشرى حجيج الآن من المغرب الشقيق، هذه الآن هي الآن رئيسة الاتحاد الإفريقي ورئيسة الاتحاد المغربي. فنماذج كثيرة عندنا. السيدة عائشة رئيس اللجنة الأولمبية وعضو في اللجنة الأولمبية الدولية. جنزيت من جزر القمر أيضا هي نائب رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. نماذج عربية احنا نفخر فيها. ما بقاش في مكان للرجالة يا دكتور ولا لا؟ الرجالة جزء لا يتجزأ من النساء، نحن مكملين لهم وهم مكملين لنا. أكيد. إضافة عندنا هناك من استطاع أنه يعمل في نشر رياضة المرأة العربية في الخليج العربي، الشيخة حياة بنت عبد العزيز الخليفه، ايضا الشيخه من مملكه البحرين، ايضا الشيخه نعيمه آل صباح من الكويت، عندنا الشيخه سناء البوسعيدي من سلطنه عمان، لولو المري من قطر، شخصيات بارزه لينا المعينه، هذه شخصيه بارزه بالسعوديه، اول من انشا نادي في منطقه جده اسمه يونايتد، فهي عضو في مجلس الشورى. فالنماذج الناس اللي عملوا بقوه في نشر هذه اللعبه. حلو قوي. طب تيجي نبعد كده، بس مش هنبعد قوي يعني، واحنا عارفين دكتور خالد برضو تعشق النادي الاهلي وكان ليك لقاء سابق مع كابتن محمود الخطيب، خلينا برضو نتكلم اكتر، تعرفنا كواليس هذا اللقاء اللي كان من فتره. والله يا انا اعتبر النادي الاهلي جزء لا يتجزا من زياره مصر. رحت انهي فرع فيهم بقى المره دي؟ لا انا احنا دائما الاصل. الجزيره. يعني لو تغير الاماكن يظل احنا الجذور الاساسيه. اللي احنا عرفناه واحنا صغار، وعرفنا طبعا فيها كابتن الخطيب وهو لاعب، وعرفنا اللعيبه المجموعه هذولي، فتربطنا اللاعق مع الكابتن يعني محمود الخطيب علاقه بزياراته المستمره للسعوديه ومشاركاته. انا هنا في السعوديه انا النصراوي. وفي مصر انا اهلاوي، فيعني في ترابط حقيقه. رحب بالزياره رغم انها كانت زياره بدون موعد، بس لما انا عرف اني جيت النادي فرحب وجلسنا معه وقدمنا له بعض المقترحات الاراء. فنحن حناخذ نماذج رياضيه تفيد الجانب العربي كويس. فاخترنا الاستاذه مي عاطف، اعتقد انها احد النماذج اللي حتقدم نموذج ليس لنادي الأهلي، إحنا نقدم مؤسسة رياضية عربية حتى تكون هذا النموذج كل الناس تشوفه، زي ما عندنا مؤسسة نادي الشارقة فهذه أحد النماذج، عندنا برضو ماراثون بيروت هذه أحد النماذج، كل هذه مؤسسات تخدم المرأة، فإن شاء الله حيكون معنا أحد النماذج اللي نقدمها في عندنا بكرة إن شاء الله بمشيئة الله، تجارب ناجحة لرياضة المرأة العربية مؤسسات وأفراد. هايل. فظن مؤسسات واضح ان الكلام ده مش حاصل بشكل ارتجالي عشوائي غير منمق وغير مهندم، بالعكس واضح حتى يعني مع انطلاق تقريبا دي الدوره الاولى لهذا المنتخب. نعم. لو انا فاهم مظبوط. نعم. نعم. يعني برضو بيبان ان الحدث اللي بيتولد عملاق تقدر تستنتج انه هيستمر على نفس المنوال الاعوام الجايه او المواسم المقبله، فبتفكروا ازاي في اللي جاي؟ يعني واضح ان انتوا احسنتوا التدبير والتفكير بما يكفي في انطلاق هذا الملتقى، لكن هل عندكم خطه طويله الامد؟ هل بتفكروا تنوعوا في امور بعينها تدعيما لممارسه المراه العربيه للرياضه وتشجيعها على هذا؟
استكمال لكلامك فكانك قري الأفكار شوية. يعني الآن إحنا الآن ملتقى رياضة المرأة الأول ما بدأ، الملتقى المرأة الرياضي الثاني الآن في منطقة عربية وخليجية. يعني الآن المكان قالوا نحن نستضيف المرة الثانية استضافة كاملة في أحد دول الخليج العربي، فهيكون له مناسبة كبيرة واستعدادات من الآن بدأنا نستعد للدورة الثانية، ونحن ما بدأنا في الأولى لسه فاضل 48 ساعة. المرأة العربية كل ما وجدت المناخ المناسب، كل ما أبدعت هي الإبداع موجود. صحيح. والموهبة موجودة، ولكن أعطها المساحة. طبعا. أعطها المكان. طبعا. وفر الإمكانيات. الآن النماذج اللي شفناها في مصر، هل النماذج وتغير كمان الثقافة المجتمعية، ودي طبيعي. نقطة مهمة جدا يعني. الآن إحنا النماذج نشوف الآن لما يجي واحد نماذج من نموذج من أحد النماذج اللي أخذوا الميداليات من بنات المصريات، كل بيت عنده نفس الطموح. صح. كل نادي. صحيح. يعمل نفس الطموح. طبعا. طبعا. اي لعبه انا ابغى بنتي تكون احسن، بنتي تجيب. صار الهدف الان اولمبي. ليس انك تكون بطل مدرسه ولا بطل نادي، فصار طموح كبير كذا موجود في جميع الاسر. صحيح. ليس بمصر، فاغلب الناس بدات الان تفكر تفكير هذا. والمرأة يعني بدت بقوة يعني. ليس صحيح. ويمكن جانا فاروق لما فازت كمان كلنا كعرب انبسطنا، يعني مش بس المصريين، أنا شعرت من التويتات اللي كانت موجودة الناس كلها فرحانة بيها. فبجد في برضو النوع ده بيظهر قد إيه في ترابط بين الوطن العربي تحديدا. يعني أنا شفت ده حتى في أولمبيات المختلفة لما كانت دولة عربية بتلعب، كانت الدول العربية الأخرى بتشجعها، كانت الروح دي حلوة بتهيألي جدا. الروح هذه موجودة، وإحنا نبغى يكون في دعم أكثر. الآن إحنا نظل طموحنا أكبر. الآن البنات العربيات البطلات العربيات 18 ميدالية من بطولات من بداية البطولات الأولمبية. نحن نبغى نكون على العوام القادمة يكون عندنا أكثر من إنجاز. نقدر نعمل ده فعلا بالإصرار وبالحماس، ويكون هناك في طموح كبير من جميع الجهات، ليس النادي بل البيت له دور، النادي له دور، الهيئة المنظمة سواء كان اتحاد أو لجنة أولمبية يكون لهم دور في هذا. فيكون حيكون عندنا نماذج كثيرة. وبعض الشيء اللي استكمال لسؤالك، أنه نحن الآن لدينا خطة أن نحن نعمل يكون لدينا أكثر من فتاة عربية توصل إلى المناصب القيادية سواء قاريا أو أولمبيا. إحنا ما عندناش ذرة شك الحقيقة في قدرتكم على تحقيق كل الأهداف المنشودة دي، ولا في نجاح النسخة الأولى من هذا الملتقى. حضرتك نورتنا يا فندم وأسعدتنا بوجودك، ومنور مصر مرة تانية، وإن شاء الله نلتقي على خير مع نجاحات جديدة مستقبلا إن شاء الله. أشكركم على الاستضافة، بس أستأذنكم بحاجة بسيطة. طبعاً. أحب يعني أشكر الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أيضا السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد جامعة الدول العربية، الدكتور فراج العجمي. يعني حقيقة وجدت منهم جميع التعاون وجميع التسهيلات والأمور اللي إحنا جالسين نشتغل فيها. عظيم. فأنت الآن لما تبغى تقدم فكرة لابد أن تجد مناخ الملائم لتنفيذه. فأنا من هالمنبر أحب أن أشكر جميع المسؤولين في جامعة الدول العربية على أنهم وفرونا هالمكان وجهزوا لنا. وأيضا أنا سعيد جدا جدا بأن تكون مصر هي بدايتنا في رياضة المرأة، وأنا سعيد أني تشرفت فيكم. إحنا اللي تشرفنا. والأهلي في قلوبنا وما حد يستغني عن نادي الأهلي. فأنا بس عملت صورة واحدة مع كابتن، ما شاء الله شعبية كبيرة بالسعودية. الأهلي لا شعبية كبيرة. إن شاء الله تشرفنا. شكرا. نورت النادي الأهلي. شكرا. ونورت قناة الأهلي ونورت مصر، ونلتقي على خير بإذن. شكرا. الله شكرا لك. شكرا يا دكتور، بالتوفيق يا رب. هنروح فاصل سريع ونرجع نستكمل حضراتكم فقرتنا النهاردة. يا اهلا بكم مره ثانيه. احنا عارفين ان كابتن ياسر مصطفى نجم النادي الاهلي السابق جاي عشان يحكي معانا النهارده في مساله مباريات مصر مع السنغال، لكن لقينا ان الموضوع بسم الله ما شاء الله كميه ورق وتفاصيل، ويعني حضرتك شخصيه منظمه جدا يا كابتن. الله يخلي حضرتك. والله سهل الواحد يستنتج ان انت فعلا شخص منظم وفي منتهى الدقه. اولا سعداء بوجودك معانا. طبعا انا سعيد اني موجود مع حضرتك طبعا، و النجمه بتاعتنا، وسعيد اني موجود في قناه النادي الاهلي، ومبروك طبعا الاستوديو الجديد. احنا عايزين نشكرك على كل مره كابتن ياسر بيجي لازم يطلع لنا صوره لينا، ويعني جايب لي صوره كمان الجائزه بتاعتك. لا والجائزه دي عامله حاله على التويتر بشكل كبير جدا. الحمد لله. الحمد لله. وطبعا حضرتك طبعا الناس كلها بتبقى فخوره ان انت حضرتك طبعا موجود معانا. شخصيات جميله وسعداء، حتى يعني 10 الصبح فعلا
بيبقى جميل بوجودكم. تسلم يا كابتن. والله وانا بشكر حضرتك طبعا على الكلام اللي انت حضرتك قلته. لا طبعا انا عمال افر يعني حضرتك قبل ما نطلع على الهواء حضرتك كنت بتحكي مع نهاوند، انا عمال افر الحاجات وعمال اقرا العناوين والاحصائيات والنسب واعداد مشاركات اللعيبه مش عارف ايه وكم لقاء في بطوله كذا وكم لقاء في بطوله كذا. يعني لا ده حضرتك عامل موسوعه في مصر والسنغال. لما حضرتك تيجي تتعامل مع شخصيات زي حضراتكم طبعا ملمين بكل شيء، فالواحد لازم يبقى على قد المسؤوليه. طالعين نتكلم جمهور النادي الاهلي، فلازم نبقى على قد المسؤوليه ونبقى بقدر القناه النادي الاهلي بيتنا ومكاننا، فلازم نبقى منظمين بالشكل المطلوب يعني. فسعيد ان انا موجود معاكم واتمنى اكون يعني نفيد الناس في حاجه كويسه. نخش بقى نخش على الثقيل. انا هبدا بمصر طبعا والسنغال، وخلاص بيفصلنا كام يوم تقريبا، يعني بنتكلم في حاجه بسيطه جدا 48 ساعه تقريبا ونبدا والناس كلها يعني منتظره هذا اللقاء وعندها امال. نتكلم 60,000 متفرج، بنتكلم في ناس كتيره جدا هتبقى قلبها مع المنتخب، بتتكلم ان في روح بقى مختلفه شويه برضو. يمكن احنا كان معانا هذا الخبر من قبل كيراش وفكره لعبوا على حته التحفيز النفسي وغيره وغيره. لا المشهد شويه ممكن يكون مختلف للافضل. خليني اعرف من حضرتك برضو كابتن ياسر، يعني هل فعلا متوقع ان شاء الله يوم الجمعه ده هيشهد يعني راحه بال للجماهير وهيشهد لعب محترم وهنشوف اداء رائع ونتيجه رائعه من قبل المنتخب، ولا في قلق بصراحه شديده؟ اقول لحضرتك حاجه، من الناحيه الفنيه طبعا هو الماتش صعب جدا، هو ده يعتبر الجيل الذهبي بالنسبه للسنغال لما نتكلم كفنيا يعني. تمام. هو ده الجيل الذهبي بالنسبه للسنغال، عندهم افضل حارس مرمى في تاريخ السنغال، عندهم افضل لاعب في تاريخ السنغال، فماتش طبعا قوي جدا، ماتش مش سهل. احنا لما قابلناهم في نهائي البطوله الافريقيه كنا مجاهدين بحد ما، لعبنا قبلهم يعني العدد الراحه بتاعتنا كانت قليله شويه، لعبنا عدد كتير وصلنا لضربات الجزاء اكتر منهم، فوصلنا مجاهدين، كان عندنا لعيبه اساسيه ما لعبتش المباراه النهائيه، لكن يعني ده يدينا مؤشر ان شاء الله ان احنا باذن الله هنعدي الماتش ده. انا وجهه نظري ممكن ما نكسبش، بس اهم حاجه ما يجيش لا لا هدف. استناني هنا اقول لحضرتك ليه، اديني بس وجهه نظرك ممكن ما نكسبش، ده تصريح قوي قوي يعني ما نطلع المباراه 0-0 ودي مش حاجه نتيجه سيئه. اديني اقول لحضرتك وجهه النظر بتاعتي. ماشي. اهم حاجه ما يجيش عندنا واحنا في مصر بالذات ما يجيش فينا هدف. يعني لو كسبت 1-0 2-0 اوكي ده حاجه ممتازه جدا، لكن لو ما كسبتش اهم حاجه ما يجيش فيها جول. يعني انا عندي نطلع 0-0 وما نطلعش مثلا 2-1 اكيد، بس احنا مش عايزين لا ده ولا ده. اقول لحضرتك ليه، الماتش اللي هناك بالنسبه لمنتخب مصر هيكون اسهل من الماتش اللي هنا. ليه؟ على ملعبهم، الضغط الاعلامي، الجمهور بتاعهم، لعيبتنا تقدر تلعب تحت ضغط كويس جدا، بقالنا كتير جدا ما لعبناش هنا في مصر تحت ضغط جماهيري بالشكل دوت، فالمباراه صعبه على اللعيبه المصريه بشكل كبير جدا. لكن ده دور هنا بقى محمد صلاح. لا انا معلش انا كابتن ياسر معلش مع احترامي طبعا انا مش مقتنع بوجهه النظر دي. حضرتك بتقول هناك هتبقى اسهل لينا ازاي؟ يعني مع جماهيرهم وعلى ارضهم وتحت الضغط بتاعهم الزياده، وحضرتك شايف ان احنا هنلعب أسهل. احسن فنيا اسهل. مش غريبه دي؟ لا مش غريبه. اقول لحضرتك ليه، لان احنا هنا محطوطين تحت ضغط جامد جدا. احنا هو لسه كناس بره الملعب مشدودين ومستنيين ماتش بشكل كبير جدا. اللعيبه بقى ما لعبتش تحت ضغط الجماهير ده بقالها كتير جدا. يعني اعتقد ان الماتش ده بيفكرنا بماتش الجزائر ومصر بتاع 1-1 بتاع جون عماد متعب. اعتقد ان الاستاد هيبقى كده بالشكل. ايوه بس ده. دول جماهيري، دول عائلتي، دول الناس اللي بتدعمني. أنا ابقى وسطهم ولا ابقى وسط جماهير تانية؟ حاجه كويسه جدا. انا بقول لحضرتك لو ما كسبناش اهم حاجه ما يجيش فينا جون، لكن ان شاء الله نكسب. طب ما تيجي نخلي يعني ايه نحدد الكلام اكتر. حضرتك قلقان من ايه فيما يتعلق بلقائي مصر والسنغال ومطمن لايه؟ مطمن ان احنا ان شاء الله باذن الله هنعدي، والماتشين يعني هم دول باذن الله، لان انا لما لعبنا في نهائي البطوله الافريقيه احنا كنا افضل في كل حاجه. لكن كنا مجاهدين جدا زي ما قلت لحضرتك، كنا مجاهدين بالنسبه للوصول للنهائي، كنا لعبنا عدد ساعات اكتر منهم، الراحه بتاعتنا كانت اقل منهم، فدي مدياني تفاؤل بشكل كبير جدا ان احنا هنعدي ان شاء الله هنوصل لكاس العالم. ده رقم واحد. يعني هي العبره بالاجهاد بس؟ ما هو احنا لعبنا يعني هل عدد الاجهاد لو مش لو ما فيش اجهاد هل ده معناه بالضروره اكتمال الجاهزيه بتاعت اللعيبه؟ واكتمال التيم. احنا برضك لعبنا النهائي من غير الباكايت الاساسي اللي هو عمر كمال عبد الواحد، احنا لعبنا بحد تاني، فبالتالي احنا برضك كان عندنا لعيبه اساسيه
مش موجوده في المباراه النهائيه. وطبعا كان الشناوي مصاب، وطبعا ابو جبل كان عامل ماتشات ممتازه، لكن احنا دايما بنبقى ناجحين في البطولات المجمعه بشكل كبير جدا. بدايتنا دايما بتبقى مش عاليه جدا، لكن النهايات دايما بتبقى كويسه. لكن انا بقول ان شاء الله ليه احنا هنعدي، وجهه نظري ان احنا المباراتين دول وبالذات المباراه الاولى على ملعبنا، انا اهم حاجه عندي ما يجيش فيها هدف طبعا. دي حاجه اساسيه بالنسبه لي، وان شاء الله هنكسب. لكن ليه الماتش التاني اسهل؟ زي ما بقول لحضرتك ان الماتش التاني كروش بيعرف يدافع كويس، وعندنا لعيبه عندها خبرات عاليه جدا، ونقدر نخطف في اي وقت. فبالتالي هيبقى اعصاب لعيبتنا في الناحيه الدفاعيه هنقدر نشتغلها كويس جدا. عندنا لعيبه متمكنه لعبوا في افريقيا كتير وخدوا على الاجواء دي كتير، واحنا مع الفرق دي نقدر نكسب. ما انا عشان ادافع هناك لازم افوز هنا، ما انا لازم اهاجم هنا علشان ادافع هناك. ما هو على ملعبه، على ملعبه هو بيبقى محتاج الاول يهاجمك، فيبقى عنده مساحات مفتوحه اكتر. لكن هو لما يجي لعبنا هنا بالتالي هيبقى متكتل بنسبه كبيره، وهيبقى قافل اللعب بنسبه كبيره. ما دي فرصه ليا. ماشي، بس هيبقى مساحات اللعب مش هتبقى مفتوحه زي ما انت حضرتك متخيله ان ماتش هيبقى ممتع ومساحاته كبيره. لا، ده ماتش تكتيكي من الدرجه الاولى، لان فرقه عاوزه توصل كاس عالم. هو هيجي هنا هيقفل بشكل كبير جدا، وهيعمل تكتل دفاعي بشكل كبير جدا، ودي يعني هتبقى محتاجه فرصه اللي هنروح بيها لازم نجيبها. ما اصل خلي بالك يعني الدوافع اللي عندنا، ما هو في المقابل السنغال عندها نفس الدوافع. ايوه تمام، بس احنا بنقدر نلعب على المساحات اكتر، هم كمان في المقابل بيخططوا له. أيوة. والحسبه اللي انت حاسبها على ماتش العوده هم حاسبينها بتفاصيلها بحذافيرها على ماتش الذهاب. احنا عندنا الثلاثه اللي فوق يقدروا يلعبوا على المساحات بشكل كبير جدا، زي صلاح، عندك مرموش، عندك مصطفى محمد، عندك النني والسوليه، دول يقدروا يلعبوا على المساحات ونقدر نشتغل بشكل كويس جدا. لكن لما تبقى المساحات مقفوله هنعتمد اكتر على الحلول الفرديه بشكل كبير جدا. فبالتالي هنا هنعتمد على الحلول الفرديه وعلى الكور الثابته بشكل كبير جدا، لكن هناك هو هيبدا يهاجمك، فيبقى عنده مساحات في خط الظهر بشكل كبير جدا هتفيدنا احنا من الناحيه الهجوميه. هو دي وجهه النظر بالنسبه لي. كروش هيبقى واخد في الاعتبار الاشخاص اللي عندهم الحلول الفرديه المنشوده اللي احنا بنتكلم عليها. نتمنى ذلك التشكيل من البدايه. نتمنى ذلك. انا مع يعني اعتقد ان هو واخد قفشه عشان كده، عشان يبقى عنده حل في الناحيه الهجوميه يدينا مساحه اكتر، لان هو يعني دايما كوتش بيلعب 4-3-3، فدايما لعبه بيعتمد بثلاثه في نص الملعب، اللي هو حمدي فتحي بيبقى قدام السرد باكين، وبيلعب بالنني والسوليه ومرموش وصلاح ومصطفى محمد. هو مش هيغير عن التشكيل ده بشكل كبير جدا، هو هيعتمد على، وده انا من وجهه نظري ممتاز هنا. هو بس هي الفكره بين مرموش وتريزيجيه، هل هيبدا بيهم؟ يعني هيبدا بيمين في الاثنين؟ يعني مرموش ماشي كويس برضك في المانيا، واخر اسبوع محقق هدف، وهو مقتنع يعني مقتنع بيه بشكل كبير جدا. هو اللي جاي؟ وهو راجل عنده حلول برضك، مرموش عنده حلول للتصويب على المرمى بشكل كبير جدا، فعنده حلول ممتازه. فيعني انا اعتقد خدت مع المنتخب كمان يعني. أيوه. يعني بوجوده لما بيكون فايق ومصحصح لا بيعمل فرق، وعنده حلول، يعني عنده التصوير على المرمى من اكتر الناس بتقدر تصوب، وعنده بدائل. هو في الحته ديت عنده زيزو، عنده تريزيجيه، الاثنين كويسين. هل بقى هو ممكن يفاجئنا مثلا بقفشه؟ يعني بتبقى مفاجاه حلوه. طبعا كلنا نتمنى بقى. هو ده بقى ايه، ردا على سؤال حضرتك، لو هو فاجئنا بقفشه هيبقى الموضوع مختلف بقى، هيبقى غير طريقه اللعب، وهو بيفاجئ السنغال وفاجئنا معاه، ودي حاجه نتمناها كلنا. هو عامه كان معانا خبر في الصحافه كان بيتكلم كده ان احتمال كبير يحصل تغيير مع انضمام قفشه للمنتخب، وهذا ما يبحث عنه المفروض كان كيروش. نتمنى ذلك. خليني اروح لحضرتك بقى انا وكريم برضو وكابتن ياسر، لتقييمك لحراس المرمى سواء بنتكلم في الدوري او الدوليين، شناوي طبعا، ابو جبل، صبحي، جاد، يعني وبمنتهى الصراحه خلينا نعرف من حضرتك. انا رايي طبعا ان الشناوي لازم يبدا. ابو جبل عمل بطوله كويسه جدا لما اتصاب الشناوي، لكن دايما احنا في العرف بتاع مدربين الحراس المرمى احنا لازم نرجع للحارس رقم واحد دايما. طبعا الشناوي ماشي بخطه ثابته مع النادي الاهلي، اداؤه ممتاز جدا. طبعا ابو جبل يعني الفتره اللي فاتت كان مشدود شويه مع نادي الزمالك، حته انه هيمشي هيقعد، فطبعا دي عامله له
ابو جبل من الحقيقي الحراس المتميزين جدا، ويمكن من اللعيبه اللي بيتاثر كمان قوي بالشق النفسي. يعني الشق النفسي فيه لعيبه ما بيتاثروش بيه، لا ابو جبل من الناس دي اللي بيتاثر جدا بالضغوطات، بتفرق معاه، التشجيع بيفرق معاه. انا بشوف كده بصراحه. حضرتك تصلح لي برضه. صحيح كلام حضرتك مظبوط 100%. انت قلبتي مدرب حراس مرمى. انا خلاص بقى كده، انا عديت حللت الموضوع 100%. بس هو ايه المشكله كمان ان هو محطوط تحت ضغط اللي هو بالنسبه لنادي الزمالك التجديد، وهيمشي هيقعد، انباء ان هو ماضي في النصر السعودي، لا لسه هيقعد. فالموضوع ده حطه على الضغط جامد جدا. وبرضك الفتره اللي فاتت نادي الزمالك مش ماشي بالشكل اللي هو يعني فدي طبعا بيتاثر على كل المنظومه. لكن اعتقد ان الشناوي هيكون هو بالنسبه للكابتن عصام الحضري ان هو اللي هيبدا، من وجهه نظري الشخصيه ان هو اللي ممكن يبدا. لكن ما عندناش مشكله بالنسبه للمنتخب في حراسه المرمى، يعني عندنا ابو جبل وعندنا صبحي ويجي من بعديهم جاد وفوزي بتاع الاسماعيلي. يعني لا اسماء كلها محترمه بصراحه، ودي ميزه ان احنا ما عندناش حارس مرمى محترف. يعني نرجع نقول ان الاتحاد المصري لما عمل ان عدم احتراف في حراسه المرمى دي مقصره جدا، يعني ادينا ميزه ممتازه عن دول كتير جدا. يعني انت عارف حضرتك انا لسه جاي من السعوديه، عندهم مشكله في المنتخبات كلها بالنسبه لحراسه المرمى عشان عندهم الحراسه محترفه. فبنسبه 90% من الفرق في الدوري السعودي كل الحراس محترفين في الدوري الممتاز ودوري الدرجه الاولى، فدي مقصره على المنتخبات. لكن دي ميزه بالنسبه لنا احنا بشكل كبير جدا ان احنا عندنا الحراس مش محترفين، فدي مدينا ما شاء الله عندنا ما عندناش مشاكل حتى في المنتخبات الصغيره، الحراس كلها على مستوى ممتاز جدا. ده شيء يعني عظيم. احنا في اول الحلقه انا ونهواند كنا بنتكلم على تويته كده كتبها كارلوس كيروش، وفيها تحفيز واضح جدا للعيبه، وفيها قدر برضو ملحوظ من المنطقيه، وتحس ان هو غير توجهاته في التعامل مع الصحافه الرياضيه، ومع عايز حتى اكبر الموضوع اكتر من كده في التعامل مع الشعب المصري. فهل تعتقد انه بعد افريقيا لما شاف ان بقى في اداء مرضي فلاقى الاستحسان، لان هو في الفتره الاولانيه ما سمعش غير او ما شافش غير كل تحفيل الحقيقه، وخصوصا بعد الفتره بتاعت البطوله العربيه. انتقاد ايجابي، انتقاد ايجابي، خلينا نمشيها كده. ما هو برضك في الاول يعني هو في حاجات غريبه اتعملت بالنسبه لنا احنا. احنا طبعا عشان حافظين الفرقه وحافظين المنتخب بتاعنا وحافظين لعيبتنا، فلما ايه ما ياخدش قفشه في الاول وشريف هداف الدوري الممتاز وتغيير مراكز اللعيبه وده من هنا، مع ان يعني مثلا صلاح بيجيد في الحته دي قوي ناحيه اليمين مثلا، ومصطفى محمد خلاص فوت صريح، ما جيش انا اروح مغير الاثنين، فبيحصل الفرقه بقى شكلها مش كويس. طب وليه ما اخلي ده هنا وده هنا والدنيا ماشيه؟ فهو بدا يتعرف على الفرقه برضك. هو اول ما جه طبعا عاوز يقول انا مدير فني، هو طبعا مدير فني كبير جدا كلنا بندعمه وكده، بس طبعا كل واحد بيحب يعمل التاتش بتاعه. فطبعا هو عمل تاتش في البدايه ما كانش ماشي معانا كلنا، فطبعا يعني ايه بدا هو دلوقتي يمشي في السياق اللي هو بالنسبه لنا وبالنسبه لاي حاجه، ده الطبيعي. يعني ده الطبيعي، احنا عندنا لعيبه جامده جدا ما شاء الله، عندنا منتخب جامد، عندنا اربع فرق في افريقيا، يعني ما شاء الله احنا منتخب كبير. يعني لما تيجي تقول على الصعيد الافريقي احنا منتخب كبير، لما نيجي نقول مثلا احنا والسنغال، شوف هم السنغال التاسيس بتاعهم 1962 احنا 1923، فرق كبير جدا. السنغال مثلا قعدت 18 سنه بين اول بطوله وثاني بطوله، 18 سنه اول بطوله 65 وتاني بطوله ليها افريقيه 86، 18 سنه بعيده. يعني احنا ما شاء الله احنا مصر تاريخ طبعا، مصر كبيره طبعا، مصر بلد عظيمه. فطبعا يعني هو ماسك منتخب كبير ومعاه مثلا الحضري احسن حارس في تاريخ مصر، معاه جهاز برضك كبير، يعني معاه لعيبه كبار كابتن ديا، معاه منتخب جامد جدا، عندنا افضل ثلاث لاعب في العالم من وجهه نظري، من افضل لعيب العالم. يعني هو اتظلم في اخر جائزه، بس يعني انا نقول شيء يعني نقول افضل ثلاث لاعب. لكن عاوز اقول لحضرتك ايه، ان كوش محظوظ انه مسك منتخب. هو احنا بنقول الكلام ده واحنا عارفين، ويمكن دلوقتي هو لاحظه، بس خلينا نتكلم بصراحه. انا بحب الشفافيه بصراحه وما نجاملش. هو اول ما جه من تصريحاته اللي كانت عليها علامات استفهام ما كانش باين ده برده كابتن ياسر، هو كان يعني بيستخف ببعض التصريحات، وفكره يعني لما قارن اللعيبه بكريستيانو رونالدو واللي اثار غضب ناس كتير، وبعدين طلع غير التصريح بتاعه، برده ما كانش الطف حاجه. يعني خلينا نقول ان هو لما ابتدى مع منتخب مصر ما كانش الافضل في تصريحاته، صح ولا غلط؟ صح، كلام حضرتك مظبوط جدا.
ما هو ده اللي احنا بنقول لحضرتك ايه، مع الوقت هو بدا يفهم طبيعه الشعب. فانت معاك منتخب تقيل، اه معاك منتخب تقيل، وما كانش في اي داعي لهذه التصريحات من البدايه يعني منذ خلال. وهو لو بدا بالشكل اللي هو نهى بيه البطوله الافريقيه يعني صح. كنا الامور كانت تمشي من بدري كويس جدا. يعني احنا يهمنا الاداء، يعني احنا شعب بيحب الحاجه الجميله طبعا. يعني احنا يهمنا الاداء، شكله يبقى حلو، الناس ما بتبقاش متضايقه حتى لو لا قدر الله حصل حاجه. دي حقيقه. لكن نكسب واحنا ادائنا مش حلو الناس بتبقى متضايقه. ليه الناس كلها بتحب النادي الاهلي؟ صحيح. لان النادي الاهلي بيمتع الناس، يعني بيبقى في متعه في الاداء وفي نفس الوقت النتائج، في نفس الوقت يعني احنا بلس 90 ده معناه ايه؟ احنا بنفضل قاعدين رجل على رجل حتى لو الدقيقه 90 جت. ما عندكيش مشكله خالص. صح. وعندك دايما انت حاسه بالامان، يعني عارف حاسه بالامان. كده بقول لك احنا كلنا اكيد دعواتنا يعني متواصله ان احنا ان شاء الله نشوف اللي حضرتك اشرت اليه، نشوف اداء مرضي ونشوف نتيجه مرضيه ان شاء الله. واتوقع ان شاء الله كده باذن الله. وبنشكر حضرتك جزيل الشكر على وجودك معانا. للاسف انت عارف احنا محكومين بمده زمنيه معينه. ايوه مش مشكله. هتحضر المباراه ولا لا يا كابتن؟ طبعا اكيد. هتروح؟ كلنا لا هتروح الاستاد ولا ان شاء الله باذن هتروح الله. جبت منين التذكره؟ من على تذكرتي. نورت الدنيا يا كابتن. الله يخلي حضرتك. لوجودك معانا. هنطلع فاصل يا حضرات، وبعد العوده من هذا الفاصل هيكون لنا هواند اللقاء مع دكتوره دينا ابو سعود، وحوار اعتقد هيهم كتير جدا من السيدات بصفه خاصه، فخليكم معانا. زي ما نوهنا في بدايه الحلقه، الفقره دي اعتقد هتهم يعني كل سيده تحديدا وكل بنت، لان احنا هنتكلم فيها عن تعزيز جمال المراه، وايه دور الفيتامينز عامه في ده، وازاي ممكن انا اهتم بشعري، اهتم بالضوافر، اهتم بالبشره، لان هي مش فئه صغيره او قليله بتعاني منها، لا فئات كتيره جدا عندنا للاسف الشديد بتعاني. لو واحده بتعاني مثلا من تساقط الشعر هتلاقي برضو التانيه بتعاني من الاظافر، من البشره، ممكن واحده يبقى فيها كل ده. يعني فخلينا نعرف اكتر مع دكتور دينا ابو سعود اللي منورانا كالعاده. بونجور جدا. بونجور. بونجور يا نهاوند. لا من النهارده ملف مهم. بس قبل الملف عايزه طبعا ابارك لك على احسن عالميه رياضيه. لا كتير بقى. وبجد تستحقيها، يعني جمال، كاريزما، ثقافه، فيكي كل مقومات المذيعه انك حقيقه حقيقه. كلك ذوق والله يا دكتور. النهارده ملف مهم، لان زي ما انا كنت بقول بجد مفيش اعتقد سيده لا تعاني من مشكله ما من اللي انا ذكرتهم، او زي ما قلت كل المشاكل دي مع بعض. فنبدا من هنا ونتكلم عن الصحه والجمال وارتباطهم الوثيق اعتقد ببعض. طبعا احنا كستات على طول بنركز في شكلنا، الشكل الخارجي هو اللي بيدينا ثقه في نفسنا ونبقى ست يعني منتجه في المجتمع. مفيش ست فينا يعني بلا استثناء ما بتعانيش من مشكله في شعرها، او مشكله في وشها، جلدها، جمال بشرتها، او مشكله في ضوافرها. الحقيقه جايه اتكلم معاك النهارده عن ازاي نقدر نعتني بجمال البشره وجمال الشعر وصحة الأظافر مع المكمل الغذائي الرائع اللي فيه كل الفيتامينز اللي البشرة والشعر والضوافر محتاجينها. حلو جدا. ألب مالتي في. ألب مالتي خلاص في. بقى يا جماعة بقى جزء مننا بقى خلاص. طبعا هنتكلم، بس لو تسمحي لي بقى نروح لفيتامين فيتامين. لو هبدأ بالشعر، تساقط الشعر أزمة عالمية، يعني تحديدا كمان لو هنتكلم عندنا ورجالة وستات، بصراحة مش هقول بس إن المشكلة دي بيعاني منها بس السيدات. ليه أصلا بيحصل تساقط شعر؟ وليه برضو لو أنا هبعد عن الوراثة تماما، أنا هتكلم الأسباب الخارجية التانية اللي بتؤدي لتساقط الشعر. نستحمل نلاقي شعر كتير قوي واقع، بتسرحي شعرك مثلا غلط، يعني خلينا نفهم من حضرتك اكتر. عوامل كتيره جدا جدا بتؤدي الى تساقط شعر. من اهم العوامل اولا الضغط النفسي. احنا طبعا احنا كستات عاطفيين طول الوقت عندنا ستريس. لا ده معانا بقى على طول، هي دي المشكله. فبنحاول ان احنا بقدر الامكان نقلل شويه، لان الكورتيزول لما بيعلى في الغده الكظريه اللي على اللونج تيرم بيوقع الشعر. احيانا طبعا في امر، يعني انا هتكلم على الفيتامينز المهمه ما دام ما عنديش مشكله في المناعه. أوكي. يعني مشاكل المناعه بتؤدي لحاجه اسمها الوبيشيا، ان الخلايا المناعيه بدل ما بتهاجم الفيروسز والانفكشنز بتاعتنا بتخش تهاجم بصيله الشعر. دي امراض مناعيه بنحتاج دكتور. او ستات كتير بتعاني من خمول في الغده الدرقيه، ده بيؤدي الى تساقط شعر. طيب انا ما عنديش بقى مشاكل مرضيه، ما عنديش وراثه، لكن شعري بيقع ولطيفه وما عنديش ضغط عصبي، بس شعري بيقع.
يبقى وقتها اقدر اقول نقص شديد في الفيتامينز والمينرالز. من اهم الفيتامينات اللي بصيله الشعر محتاجها طبعا الكريمات مهمه والماسكات مهمه والسيره مهمه، بس كل الحاجات دي خارجيه لازم طول الوقت اقول من جوه صح. لازم صح. عشان الهير فوليكل او بصيله الشعر الدم اللي بيوصل لها يبقى فيه بايوتين فيتامين بي 7. بايوتين من احد مشتقات بي، مهم جدا لكثافه الشعر وعدم تساقطه. الزنك يمكن الناس بقى مش عارفه ان الزنك مهم للشعر، يعني نسمع البيوتين وبنلاقي فيتامينز بالبيوتين، لكن انا عايزه اقول لك ان الزنك والنحاس مهمين جدا لصحه الشعر. اي حاجه بتتجدد عندنا لازم فيها زنك ونحاس. الكوبالامين فيتامين بي 12 اللي مسؤول عن تكوين خلايا الدم الحمراء. طبعا الانيميا ساعات بنحتاج حديد وقتها، لان لو في نقص للحديد لازم اخد فيتامين او دي الناس الفيجيتيريانز بقى اللي مشكلة. هم ما بياكلوش لحوم بيعانوا يمكن من النقطه دي بشكل كبير. بيقول لك طب احنا باكل سبانخ باكل الحاجات اللي بس لا تعوض، يعني لا تعوض المصدر الحيواني هو الحديد يا جماعه، ده مهم جدا. لا يعوض الكوبالامين. فالكوبالامين مهم مع الحديد مع البروتينات. أوكي. البروتين الشعر عايز بروتين، فلازم ناكل بروتينات. ما فيش حاجه اسمها نبقى يعني انا ضد الفيجيتيريان الحقيقه، وضد ان انا اكتر في اللحمه. انا ما بقولش كل يوم لان برضو ممكن اليوريك اسيد يعلى. لكن ناكل لحمه مره في الاسبوع مرتين في الاسبوع. هي طبعا ليها طبعا اسباب مختلفه، اللي هم ما بياكلوش اللحوم، يعني في ناس بتقول لك ده حرام والحيوانات، وفي ناس ما بتحبش اصلا ما بتحبش طعمها. بس فعلا زي ما حضرتك بتتكلمي سواء ده او ده لازم يتم تعويضه بشكل مكثف طبعًا. ولو مش هنعوضه في الاكل بنعوضه بالفيتامين. فده طبعًا. عشان كده احنا بنتكلم عن المكمل الغذائي في غايه الاهميه. الفيتامينز احنا محتاجين انتيك يومي، مش 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 يوم اخد فيتامين و10 ايام ما اخدش فيتامين. لا، عشان النتيجه تظهر لازم يبقى يعني باستخدام مستمر زي الكورس زي ما بيتقال 3 شهور وبعد كده تكمل تشوف. دي طبعًا. نقطه مهمه جدا. طيب برضو من الحاجات اللي هي زي ما بيتقال كده الميثز او الحاجات المعروفه واحنا بنصلح مع حضرتك، هل حلاقه الشعر بالموس؟ لان ناس كتير برضو عندهم الثقافه دي يقول لك احلق شعرك بالموس يطلع كويس. هل دي اصلا لا حقيقة؟ اللي عايز في بنات بتتجه لا 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 البنات انا بالنسبه لي احسن انك انت كل 3 شهور تشيلي المقصف. لكن فكره الموس وكده ده ملوش علاقه لو حد بيعاني من وبيحطوا مشكله وبيجرحوا فروتهم ويحطوا توم. انا بشوف ده لا ايه يا بنتي الدم اللي في راسك بيجرحوا. لا دي جديده دي لا شفتها لا والله ايوه والتوم التوم اللي هو طب خلاص كلي توم يعني اسهل او حطيه على شعرك بس ما تاكلوش توم على الريق عشان بيعمل كره يعني. الثوم مهم قوي للشعر. مهم جدا، هو مهم للشعر والمناعه واللي حوالينا بصراحه يعني ما تبقى مش مهمه ليهم خالص. خدوا فيه بيبقى حبوب ثوم، لكن لا حطوا الثوم في الاكل مفيش مشكله، بس ما ناخدوش على معده فاضيه عشان ممكن يعمل قرحه. خلوا بالكم هو الجاز الابيض هل فعلا برضو دي من الحاجات المنتشره بيفيد فعلا الشعر؟ يعني احط جاز على شعري ولا بيفيد؟ لحد ما انا كنت بعمل ده زمان بيلمع بيدي لمعه حلوه قوي بيدي لمعه. ده نجيبه من البنزينه ده ولا نجيبه منين؟ من الكوافير بقى بيبقى عنده جاز ابيض. ايوه عمالين نقول بس نرجع ونقول تاني انت كل الحاجات دي بتعالج من بره، انت عايز تعالج من جوه. الروتس اهم حاجه طبعًا. عشان لما الشعرايه تطلع لازم تطلع سليمه. فجزء خاص بالاكل وجزء خاص بالمكملات الغذائيه، واحنا بنتكلم عن الب مالتي فيت اللي فيه فيتامينز كتيره خاصه وبتساعد يعني نمو الشعر. طيب ده بالنسبه للشعر، نخش على البشره بقى. برضو البشره من يعني المؤثرات اللي بتاثر فيها بشكل كبير، الحاله النفسيه والمزاجيه والنوم والكلام ده كله طبعا. برضو ايه تاني؟ يعني تلاقي ناس عندها مثلا الوان او بقع في الوش، في ناس المسام عندها واسعه باي ديفولت، هي نازله كده او يعني طبيعي بشرتها كده. نعمل ايه؟ نعمل ايه؟ لازم نعرف نعتني ببشرتنا كويس قوي. بشره حلوه يبقى لازم نشرب ميه كتير فعلا، على الاقل لترين في اليوم. عايزه تبقى بشره حلوه بناخد فيتامين اي، بناخد فيتامين سي. فيتامين سي مهم جدا لانه بيعزز لي على انتاج الكولاجين. الكولاجين بروتين اساسي، يمكن 80% من حجم بروتينات جسم الانسان عباره عن كولاجين، وبينقص بعد سن ال 25 سن بدري. سن بدري فلو انا من السن ده، عشان كده بقول للبنات اعتنوا ببشرتكم من سن ال 20. مفيش حاجه اسمها لما عادي ال 40، لا، لان الكولاجين بينقص في العشرينات، فلازم تعوضي على التقليل بتاع الكولاجين بانك تاخدي انتيك لفيتامين سي. طيب فيتامين بي، احنا طبعا بنسمع فيتامين بي ده تمثيل غذائي للاعصاب والحاجات دي، لكن ناس كتير ما تعرفش ان فيتامين بي موسترايزر عالي جدا، ترطيب عالي جدا للبشره وبيمنع التاخر، بيأخر لتعجيز البشره.
فيتامين اي تلاقي ساعات بنات هنا عندهم تشققات. فيتامين اي بيعالج الكلام ده. الهالات السوداء بيقدر يحسن الهالات السوداء لانه بيحتوي على الكوبالامين كمان اللي هو فيتامين بي اللي هو الفيتامين بي 12 وبيساعد على تاخر او بيساعد على البيجمنتيشنز التصبغات. بيحسن جدا التصبغات. كتير بتلاقي بنات كتير وشها ما عندهاش توحيد لون بشره صح. وبتضطر الصبح حتى بنات في الجامعه بشوفهم حاطين فول ميك اب. انا فاكره يعني انا على طول بقول الجامعه بحط الترطيب بتاعي واشرب ميه واخد السبلمنت وانزل اروح على المحاضرات. بتلاقي بنات غصب عنها بتحط كميه فاونديشن عشان تداري التصبغات بتاعت وشها. ده كارثه لما تحط ميك اب وتظهر في الشمس وتقعد فتره طويله الجامعه بقى 8 ساعات ولا 6 ساعات انت بتدمري بشرتك تدمير يعني ذاتي زي ما بتقول. وعايزه اقول لك في البحر على البحر احنا داخلين على الصيف وهتلاقي لما لا استنيني بقى ايه رايك؟ انا جيت لك مشهد بيستفزني زي الاقي ان احنا قاعدين على البحر ومش مهم فين بقى الساحل وات ايفر تلاقي في فول ميك اب وقاعده بتاخد تان. طب بتاخدي تان ليه بقى لو انت حاطه فول ميك اب؟ حاجه يعني انا ما كل واحد طبعا حر في الاول في الاخر لكن احنا بنتكلم من الناحيه الصحيه ده تدمير للبشره طبعاً. البحر يعني سان سكرين او سان بلوك بتروحي تاخدي تان ما تدمروش بجد يعني والله دي نصيحه من القلب ما حدش يدمر بشرته لان مره في الثانيه في الثالثه سنه في الثانيه في الثالثه هتلاقي الواحد بيعجز قبل سن طبعاً. سنه هيبقى بلس 10 مثلا طبعا. ويا ريت ما ننامش بالميك اب يا بنات يا ريت يعني يعني بتلاقي بنات وسيدات بيناموا بالميك اب بيكسلوا يغسلوا وشهم قبل ما يناموا دي كارثه. الميك اب ويخش المسامات بالليل انا عايزه بشرتي تبقى نظيفه تتنفس اكسجين صح. فيا ريت نغسل وشنا قبل ما ننام من الميك اب ضروري ضروري. واللي بيقعد اصلا يعني اكتر فتره ميك اب المفروض نقعد بيها يعني انا مثلا هتكلم احنا بنعمل ميك اب مثلا 8 الصبح المفروض نغسل وشنا بعد قد ايه بالظبط الفتره اللي ممكن نقعد بيها مسموح يعني. لا مسموح على طول اولا بس احسن حاجه ما تتعرضيش للشمس وممكن قبل الميك اب احط السان سكرين بتاعي وسان سكرين ما بقاش اويلي يعني بحط السان سكرين ما بيتعرضش وممكن احط الترطيب بتاعي على فكره بتلاقي بلوجرز كتير ميك اب ارتست يقول لك قبل ما تحطي الميك اب رطبي على طول وتحطي وات ايفر اهم حاجه لما تروحي تغسلي وشك ما تناميش بيه خالص. نصايح مهمة جدا يا دكتور. خلينا بقى نروح لأسئلة المشاهدين برضو لأن لازم نرد احنا كنا قايلين للناس وعدينهم أي سؤال هيجي هنسأل دكتور دينا عليه. إيمان أحمد بتقول صباح الخير كنت عاوزة أسأل دكتور دينا إيه سبب رائحة النفس الكريهة كنت عاوزة أعرف هل ممكن ألاقي ألب مالتي فيت في شرم الشيخ؟ رائحة النفس الكريهة ممكن يكون في أمراض في اللثة لكن لو هتكلم اني ما عنديش مرض يبقى ناقص حاجتين من الفيتامينز. فيتامين د يا جماعه مهم جدا عشان كده بقول نتعرض للشمس 10 دقائق بالصن بلوك بتاعنا يوميا والكالسيوم لازم نتاكد ان فيتامين د والكالسيوم موجودين بطريقه كافيه لان وقتها ممكن السنان تتكسر ممكن الاكل يتحشر صح. مع السنان اللي تتكسر هتعمل بكتيريا فهيطلع ده في ناس متجوزه بكتير بتعاني من الموضوع ده يعني الموضوع سنسيتيف ان هم يحكوا لبعض لحد حكى التاني يزعل وحاجات زي لا بس فعلا ما لا يعني موضوع طبعاً. في غايه الاهميه طبعاً. ولازم نخلي بالنا ده حاجه ليها علاقه بالهايجين يعني. محمد عادل بيتكلم ايه سبب الصداع المستمر الدوخه من فتره للتانيه وبكون واكل كويس ونايم يعني عشان برده ما يبقاش ده مربوط بده. مع العلم عنده 35 سنه بس مش بمارس رياضه ولا بتحرك كتير بسبب طبيعه شغلي انا على طول بكون قاعد. مهم قوي ان يلعب رياضه ما بقولش رياضه يعني يروح يشيل اوزان في الجيم يتمشى يمشي يتحرك ده مهم جدا. اشرب ميه كويس قوي ممكن تكون ما بتشربش ميه وتعمل السي بي سي مهم ان يبقى عندي الحديد والهيموجلوبين كويسين لان نقصهم بيؤدي الى صداع ونقص فيتامين بي كومبلكس بكل انواعه بيؤدي الى صداع فلازم تتاكد ان الفيتامينز عندك تمام وتاكل اكل صحي وتلعب رياضه خفيفه انا ما بقولش رياضه يعني نهري نفسنا في الجيم خالص بس تحليل السي بي سي ده برده زي ما حضرتك بتتكلمي مهم جدا فعلا. وفي ناس بيبقى عندها مشاكل في التنفس التنفس لما بيبقى فيه مشاكل فيه برده ده بيؤدي الاكسجين في الجسم بيبقى قليل فبيجيب تالي صداع ما هو طبعا لان تحليل السي بي سي الهيموجلوبين والحديد قليلين يبقى الرئه مش هتعرف توصل الاكسجين لكل الخلايا الخلايا كلها عايزه اكسجين فلازم اعمل التحليل ده عشان اتاكد ان ما عنديش انيميا واتاكد ان كفاءه الدم عندي سليمه عشان ما يجيليش صداع وما يجيليش نهجان. لعلمك من احد اعراض الانيميا ونقص الحديد ونقص فيتامين بي 12 التنفس اللي انا مش عارفه اخد نفسي لانك انت بتضغطي على الرئه جامد قوي عشان تطلع لك الاكسجين لكل الخلايا. صحيح. طيب يعني هو الاسئله لسه كتير نكملها ولا نخش على الاسئله اللي عندنا احنا؟
طيب انا ممكن اروح للضوافر، لان في سؤال كمان خاص بالضوافر. يعني في حد بيسال عن ان الضوافر، في ناس بتعاني من مشاكل في الوان الضوافر، في اللي بيبقى لون اصفر ولون على اورنج شويه، وفي ناس ضوافرها كل ما بتطول بتتكسر. يعني دي حاجات كومن ناس كتيره طبعًا بتعاني منها. يمكن سهى برضو معانا بتسال حضرتك السؤال ده. طبعا مشاكل الضوافر في كل الاعمار، بنات صغيره وستات كبيره وكل الكلام ده. اهم حاجه ان احنا نعرف نعتني بضوافرنا قبل ما ننام، نحط مويسترايزر، نحط كريم بتاعنا حوالين الجلد، ده مهم جدا. لو البنات اللي بيحطوا الاكلاريك والجل والحاجات دي هتحطوها، بس ادوني سبيس من غيرها، يعني ادوني سبيس عشان عشان تتنفس، عشان الضوافر نفسها تتنفس، ده مهم جدا. مش بالسنه انت كتمالي الضوافر بتاعتك بالجل والاكلاريك، ده حاجه. تاني حاجه موضوع الالوان، الالوان العلامات البيضاء اللي احنا بنشوفها دي بتبقى نتيجه نقص زنك. طبعا انا شايفه اهو على الشاشه الزنك عندي في ألب مالتي في 23.9، اعلى تركيز في الزنك. طيب النحاس ما دام في زنك يبقى لازم لما اخد سبلمنت في زنك لازم يبقى في نحاس. أيوة. لازم، لان لا يمكن الزنك هيشتغل من غير نحاس. من اهم المشاكل برضو بتاعت الضوافر نقص الكالسيوم. الكالسيوم مهم لتكوين صح. العظام، لتكوين الاسنان، لتكوين الضوافر ولصحه القلب وعضله القلب، مش بس تجميلي. الكالسيوم مهم جدا لانقباض عضله القلب، من غير كالسيوم القلب مش هيشتغل. وقصاده مغنيسيوم عشان ما يبقاش انقباض بس، انا عندي انقباض ولازم قصاده انبساط. اوكي. فاعتقد ألب مالتي فيت هيبقى رائع جدا لو استخدمته. اولا ألب مالتي فيت مرخص من هيئه سلامه الغذاء، لازم كل مره في الحلقه اقول ده. لا دي نقطه في غايه الاهميه، لان في ناس بتستسهل وبتروح تشتري ادويه ما عندهاش ترخيص، والترخيص ده هو اللي بيديك الامان في الاستعمال، فما صح. ينفعش ان انت تسيب صحتك لاي دواء كده من غير ترخيص. فدي نقطه مهمة. اكيد لازم ناكد عليها كل مره، مهمه قوي. يمكن في الكول سنتر حد، مش في الكول سنتر، في السوشيال ميديا بتاعتي، راحوا الصيدليه الفلانيه فبيقولوا ده لسه ما توفرش في الصيدليه الفلانيه. انا بس بقول احنا بقالنا شهرين. انا عندي اكتر من 60,000 صيدليه في كل محافظات مصر. محافظات كتيره جدا، فاحنا بنحاول بقدر الامكان نحاول نوفر في اسرع وقت. عندي ارقام شركه باي ناتشرال على الشاشه. اتكلموا على الارقام، والكول سنتر هيقدر يرشح لكم الصيدليه. ده اسهل بكتير، ده اسهل كويس بكتير. جدا. ولو في ازمه في محافظه ما، رغم ان حضرتك بتاكدي ان ده مش موجود، ممكن حد يبعت يجيبه مثلا من القاهره او حاجه، ممكن ما فيش مشكله. يعني ممكن في شحن اصلا؟ في شحن. طب خلاص، ودي كمان حل. ما فيش اي مشكله، عندي شحن في كل محافظات مصر، ويقدروا يتكلموا حتى على الكول سنتر يسالوا اللي هم عايزينه. انا عامله التريننج بتاع الكول سنتر شطار جدا، اكني انا اللي برد يعني. اي استفسار هيقدروا يردوا على استفسار الساده المشاهدين. كويس جدا. هو فاضل دقيقه، فانا مش عايزه برضو انسى الراجل، يعني عشان ايه؟ حرام يا حرام. يلا برضو المشاكل اللي احنا قلناها اكيد كلها ممكن رجال يعانوا منها، فاحنا بنتكلم هنا في العموم، احنا لا نتحدث عن فئه معينه اللي هي السيدات، لا احنا بنتكلم ان هذا المكمل الغذائي بيفيد ايضا الرجال والولاد الصغيرين، لان برضو مشاكل الشعر والحاجات اللي زي كده بيعاني منها الرجال طبعا. عندنا بشكل برضو كبير جدا، يمكن شباب صغير يبقى عنده نسبه صلع او حاجه، الواحد بيبقى مش هو فاهم. هي فعلا خلي بالك الستات، مع الحمد لله يعني ربنا كرمنا ان ما عندناش جين الصلع. لا ما هو ده اللي ناقص نبقى يعني دي كمان. حاجه حلوه، لكن الرجل بيبقى عنده احيانا طبعا جين الصلع، وبيبقى عنده مشاكل. دكتور عندنا جين الصلع. حاجه لطيفه قوي والله، الحمد لله يعني. الحمد لله. ده حاجه علميه ان ممكن يبقى عندنا عندنا جين تساقط شعر، لكن الصلع تام لا. هو الرجل صلع قريب. فبقول لأي رجل شعره عنده مشكلة في الشعر وبيتساقط يلحق نفسه بألب مالتي فيت. بالظبط. لأن وانس اللي حصل صلع مفيش فيتامين بيعالج. لا بيلجأ إلى زراعة شعر. بيلجأ إلى زراعة شعر وقتها، ويقدر يستخدم ألب مالتي فيت يعزز. لكن لو في صلع مفيش أي فيتامين هيقدر يطلع شعر. فقبل ما ألجأ، قبل ما أوصل، بقول لأي رجل قبل ما أوصل للصلع ابتدي استخدم الفيتامينات المهمه. صح. والداعمه لعدم تساقط. هو يمكن دايما هذا الشعار الوقايه خير من العلاج بتمشي مع كل مجالات الطب، حتى الطب التجميل يعني. صح. نقطه اكيد مهمه. دكتور دينا نورتينا حبيبتي، والنهارده ملف مهم، وكل ملف بصراحه بيبقى مهم، بس ان شاء الله هيبقى معانا ملفات اخرى كمان مهمه للاسبوع الجاي. شكرا ليكي، نشوفك قريب ان شاء الله. الله. بشكر حضراتكم على متابعتنا النهارده، نشوفكم في حلقه جديده و10 الصبح في الاهلي.